دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا أكتر على حالة الطقس وكمان درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. تفضل يا دينا. بشكرك يا محمد، فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل البرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة كان في شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. ملاحظين طبعا ان درجات الحراره النهارده ارتفعت وبتوصل يمكن على القاهره ل 34، هل الارتفاع ده مستمر معانا كذا يوم ولا النهارده بس؟ بالفعل يمكن اليوم درجات الحراره ارتفعت عن الامس بحوالي درجتين، النهارده ذروه ارتفاعات درجات الحراره على القاهره الكبرى. اليوم فعلا متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار تكون 34 درجه مئويه، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه هتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، بالاضافه كمان لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وده طبعا هيؤدي للاحساس بالطقس حار خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشماليه الشرقيه، ايضا بالاضافه كمان لمحافظات جنوب سيناء، شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فتره النهار. بالاضافه كمان ان بدايه الكتل الهوائيه الشماليه الغربيه هتبدا تاثر على سواحلنا الشماليه الغربيه يعني مع فتره الظهيره، فهنبدا نشعر في السواحل الشماليه الغربيه تحديدا عند مطروح والاسكندريه بانخفاض درجات حراره عن الامس، والطقس خلال فتره النهار هيكون طقس مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه فقط. اما خلال فترات الليل درجات الحراره خلال فتره الليل بدات ترتفع عن الايام الماضيه، وبدات تسجل درجات حراره بالفعل امبارح درجات حراره بين 19 وال 20 درجه مئويه، اجواء لطيفه خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه تحديدا المناطق الشماليه، اما المناطق الجنوبيه بتبقى خلال فتره الليل درجات الحراره فيها معتدله والاحساس بالطقس بيكون معتدل. بالاضافه كمان ان اليوم طبعا في نشاط للرياح هنحس بيه خلال فتره المساء تحديدا على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري اغلب مناطق الجمهوريه. بالنسبه للرياح علشان نبقى محددين، هل هي مصاحبه فيها اتربه ولا رياح عاديه؟ لا، هي طبعا الرياح مش هتكون مصاحبه ليها اتربه ولا رمال مثاره على اغلب مناطق الجمهوريه، فقط شمال الصعيد هو اللي هيكون عليه اثاره لبعض الرمال والاتربه، لكن باقي قطاعات الجمهوريه ممكن نلاحظ اتربه عالقه غير مؤثره تماما، لكن هو هيزود احساسنا بالاجواء اللطيفه او الربيعيه تحديدا خلال فتره المساء. بالاضافه كمان احنا كنا بنقول ان في كتل هوائيه شماليه هتبدا تاثر على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، وده طبعا هيكون معاها فرص لسقوط الامطار على مطروح والسلوم والاسكندريه، بعض المناطق كمان من شمال الدلتا زي شمال البحيرة، القهلية، بورسعيد، المناطق دي كلها تشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. متوقع إن شاء الله من غدا. لا بس عايزة أسأل حضرتك على فترة الليل، هل من النهاردة هنبدأ فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن امبارح ولا لسه شوية؟ هو الانخفاض مش هيكون ملحوظ في درجات الحرارة إن شاء الله، لأن احنا على مدار هذا الأسبوع كله هيحصل انخفاض في درجات الحرارة بحوالي درجتين، يعني احنا غدا متوقع خلال فتره النهار تكون 32 درجه مئويه، خلال فترات الليل ما بين 18 و19 درجه مئويه، يعني بصفه عامه الاجواء خلال فتره النهار هتكون حاره، خلال فترات الليل هتكون لطيفه، ده على القاهره الكبرى، ممكن سواحلنا الشماليه نحس باجواء مائله للبروده خلال فترات الليل. طيب بالنسبه للشبوره المائيه ده سؤال مهم الناس بتساله كتير خاصه في الساعات الاولى من الصباح، هل في شبوره مائيه مع وجود الهواء وبعض المناطق الخاصه فيها اتربه؟ حضرتك يمكن قلتي في بعض المناطق هيكون عليها الجو فيه اتربه. هو بالفعل في شبوره مائيه بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل خاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش تماما على حركه المرور، تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، ودايما هي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، واحنا الفتره دي بدا سطوع اشعه الشمس يكون بدري، فمع الساعه 7 الصبح تبدا الشبوره المائيه الخفيفه دي تتلاشى وما بتاثرش تماما.
يعني احنا دلوقتي بنتكلم الشبوره على مدار الاسبوع كله تكون شبوره مائيه خفيفه مش مؤثره تماما، احنا بس نخلي بالنا من طبعا يعني في ارتفاع درجات الحراره. هننصح الساده المواطنين ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر، لان دي يعني الفتره اللي بنسجل فيها اعلى درجات حراره. كمان طبعا القياده تبقى بهدوء تام على الطرق ونتبع كافه تعليمات المرور مع اي ظاهره جويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. واخيرا طبعا يعني النصيحه المهمه ان احنا في فصل الربيع معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، فدايما المتابعه الجيده للنشرات الجويه. اكيد بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 34 والصغرى 20، اسكندريه 27 18، مطروح 23 17، سيوة 32 21، بورسعيد 24 18، دمياط 25 18، إسماعيلية 34 20، السويس 28 19، العريش 27 18، طابة 29 18، كاترين 25 11، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 32 21، الفيوم 36 20، بني سويف 37 20، المنيا 38 21، أسيوط 39 22، سوهاج 39 22، قنا 39 23، الأقصر 40 24، أسوان 41 25، وادي الجديد 41 22، شلاتين 34 21، واخيرا حلايب 31 21. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم على حاله الجو النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. يا ريت نتوخى الحذر في ساعات الظهيره علشان ما نصابش ببعض المشاكل خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. هرجع مره ثانيه لمحمد بسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، كل الشكر ليك.